الله الرحمن الرحيم. أولا نحمد الله على هذا اللحظة التاريخية التي عشناها اليوم. نحن سكان الحي المدني والحي العسكري، طالما انتظرناها، طالما حلمنا بها، واليوم بدأنا نحس أن الحلم بدأ يتحقق بمجهود مجموعة من الإخوان، سواء في جمعية الأمل أو الإخوان في جمعية البديل. هذه الجمعية التي تأسست منذ 3 أشهر فقط، ولكنها بادرت إلى أخذ هذا الملف وأخذ الجد، حيث اتصلت بالإخوان في جمعية الأمل ووقع تنسيق أخوي مشترك بينهم، فبدأ المشروع يظهر في الوجود بشكل جدي. وما هذه الحفلة الرمزية التي أقمناها اليوم إلا دليل على جدية هذا المشروع، هؤلاء القائمين على هذا المشروع، وكذا التحام الساكنة مع الإخوان في جمعية الأمال وجمعية البديل، يبشر بأن هذا المشروع إن شاء الله يسير إلى الإنجاز. رغم ضخامة المشروع فإننا عازمون على إنجازه، وهي مناسبة نستغلها لنوجه نداءنا إلى كل المحسنين، سواء داخل مدينة إقليم الناظور أو خارجه، أو خارج أرض الوطن، العمال تاعنا بالخارج، باش يأزرونا في هذا المشروع الكبير لأن نصل لإعادة هذا البيت الذي قدم خدمات ويشكل معلمة حضارية وتاريخية وتراثية بالنسبة لسكنة الحي المدني والعسكرية. وشكرا للموقعين على تخطيطهم لنا.